ينضم إلينا من تونس مراسل الغد بلال مبروك. بلال، ضعنا بالمزيد حول هذه العملية والتنسيق الأمني الذي حصل في هذا الإطار. نعم كاترين، في سلسلة جبال السلوم في الحقيقة في محافظة القصير الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية جدت عملية هي متواصلة في الحقيقة وفق بلاغ الدفاع التونسي. شارك فيها قوات مختصة من الجيش الوطني وأيضا من الحرس الوطني. تم القضاء حتى اللحظة على 3 إرهابيين تابعين لما يسمى بتنظيم جند الخلافة، والغالب أن العملية متواصلة لتعقب بقية الإرهابيين. وجد بطبيعة الحال إرهابيين آخرين في هذه الخلية التي تم التفطن إليها. وفق البلاغ ووفق ما رشح لدينا كاترين، لم تسجل يعني القوات المشتركة قوى الحرس الوطني والجيش الوطني لم تسجل أي إصابة في صفوفها، وبالتالي الحصيلة حتى اللحظة 3 إرهابيين تابعين لجند الخلافة في سلسلة جبال يعني السلوم في محافظة القصرين الواقعة وسط غرب الجمهورية التونسية. طيب، وزارة الدفاع قالت أن العمليات لا تزال جارية لتعقب يعني إن كان هناك المزيد من العناصر الإرهابية. بعد فترة من الهدوء النسبي، لماذا عادت هذه القضايا الإرهابية إلى الواجهة الآن؟ صحيح كاترين، ربما تقنيا أيضا هذه العملية قد تكون مرتبطة بعملية التمشيط. قبل نحو 20 يوما أو أقل بقليل قامت بها قوى الجيش الوطني حيث اشتبكت مع مجموعة إرهابية، ولكن هذه المجموعة لاذت بالفرار. الغالب أن القوى العسكرية والقوى الأمنية أصبحت هي من تبادر في هذه الجبال. نتذكر بومضة ورائية صغيرة كاترين، هذه المجموعات إن كان ذلك في المغيلة أو في السلوم أو في الشعبي كانت هي التي تبادر، هي التي تباغت قوى الأمن وقوى الجيش الوطني، كانت تحصد الكثير من الشهداء. يعني هناك عملية في سنة 2014 16 جنديا تونسيا استشهدوا في عملية مباغتة. قواعد الاشتباك إن جاز التعبير تغيرت الآن، يعني بدأنا نتحدث عن عمليات استباقية. بالضبط كاترين، قد يكون هذا وليد تنسيق ميداني تونسي جزائري ربما لتعقب ما تبقى من فلول في هذه الجبال. هي جبال وعرة في الحقيقة، سلسلة جبال وعرة في طول الحدود التونسية الجزائرية من محافظة جندوبة شمالا وصولا إلى محافظة القصرين، جبال المغيلة، جبال السلوم، الشعامبي وإلى هنالك من هذا. وبالتالي قد تحسب للقوى الأمنية هذه العملية لأن هي من تبادر وهي من تنسق ربما ميدانيا لمباغتة الإرهابيين، بحيث يعني انقلبت هذه القواعد قواعد الاشتباك وانقلب يعني سلوك الإرهابيين بالمباغتة ومباغتة القوى الأمنية. عن التوقيت كاترين، بعد في الحقيقة بعد سنوات يعني من الهدوء لم يتم تسجيل ربما منذ عملية بنجردان الإرهابية. هي كبرى العمليات ويعني الإرهاب بدأ يتراجع شيئا فشيئا في تونس، وإن كان ذلك على مستوى الداخل التونسي أو حتى في سلسلة الجبال. ربما كما ذكرنا ربما المحللين الحديث أكثر عن توقيت هذه العملية، ولكن ربما تكون هذه العملية وليدة تنسيق تونسي جزائري بوفق أن هذه العملية كانت استباقية وكانت بمثابة المباغتة. قاموا بمباغتة الإرهابيين، حتى بعض الإحصاءات التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع التونسية لم تعد تتحدث عن وجود أو لم تعد تتوقع وجود معسكرات أو خلايا للإرهابيين في هذه الجبال. أشكرك من تونس مراسل الغد بلال مبروك.